وقد ايه الروح الرياضيه اللي دائما ما ننادي بيها، دائما ما ننادي دي. لو عندك صوره سمير لو يعني حطها لنا على الشاشه، قد ايه الروح الرياضيه يا جماعه. يعني بجد انا بحترم جدا جدا الناس اللي زي المدير الفني لجنوب افريقيا، راجل في منتهى الاحترام منتهى الادب قال لك منتخب مصر يا جماعه كبير جدا بغض النظر عن صحه او عدم صحه ضربه الجزاء، ولكن هو شايفها طبعا من وجهه نظره اكيد ان هو شايفها مش ضربه جزاء، وبالتالي قال منتخب مصر فريق قوي، منتخب مصر فريق كبير، بيتكلم بمنتهى الاحترام. يا ريته يفضل موجود معانا يعلم البعض، يعلم البعض يعني ايه الاخلاق الرياضيه. هو ده اللي احنا بنتعلمه، هو ده اللي احنا نفسنا نشوفه، لان احنا عندنا مجموعه كبيره جدا او الاكثريه او السواد الاعظم عندهم اخلاق رياضيه كتير جدا وحضراتكم عارفين، لكن في البعض الحقيقه القليلين قوي هم اللي ما عندهمش الاخلاق الرياضيه. فيشوفوا الراجل ده، الراجل ده مغلوب وخسران 3-0 ومن وجهه نظره ان ضربه الجزاء مش ضربه جزاء، فانا جوايا ابقى محروق هموت من المدرب اللي قاعد جنبي. دخلت لعيبته، لعيبه الكابتن شوقي غريب طبعا، رمضان صبحي وبقيه اللاعبين المتواجدين، عملوا البتاع ورشوا ميه وعملوها على الكابتن شوقي غريب. شوف ضحكه الراجل، لا افتح الشاشه، شوف ضحكه الراجل وصفاء النفس والاخلاق الرياضيه اللي الكل ودائما النادي الاهلي بيدعو ليها. الاخلاق الرياضيه جميله جدا. راجل ضحكته جميله ونفسه صافيه ونفسه صافيه ويعني حاجه جميله جدا. انا لفتت نظري جدا الصوره دي لانها صوره تدعو الى الروح الرياضيه، وان الروح الرياضيه هي الاساس في كره القدم، مش الشتيمه والكذا وكذا وكذا وكلام ما ينفعش نقوله على الهواء مباشره. مش تخسر ما تحضرش المؤتمر الصحفي، تروح تعمل مش عارف ايه، تخسر تقول اصل الحكام اصل. هو على فكره الراجل قال برضو الحكام، بس قالها يعني لان ضربه الجزاء ليها لها ما لها وعليها ما عليها. في ناس شايفه ان هي ضربه جزاء وفي ناس شايفه ان هي مش ضربه جزاء. انا من الناس اللي شايفين ان هي ضربه جزاء بالمناسبه عشان تبقوا حضراتكم عارفين. ف انا سعيد جدا بالصوره دي، والصوره دي بالنسبه لي هوريها لكل الناس، اي حد من الاجيال الصغيرين اللي طالعه هوريهم، هقول لهم بصوا على صوره مدرب جنوب افريقيا وهو مغلوب 3-0، وقد ايه الروح الرياضيه، قد ايه يعني حلم الاولمبياد بالنسبه له اتهدد، ومع ذلك قاعد الراجل واثق من نفسه، اتكلم عن منتخب مصر ان هو منتخب كبير طبعا، اتكلم وقال ان هو منتخب مصر كان الافضل في لحظات كثيره من عمر المباراه، قال ايضا ان ضربه الجزاء من وجهه نظره هي مش ضربه جزاء، وان الحكم كان ضعيف في هذه المباراه. اوكي وجهه نظره برضه. حلم الاولمبياد بالنسبه له 50-50، لسه عنده بقى مباراه القادمه هيلعبها امام غانا، واحد فيهم اللي هيصعد الى اولمبياد طوكيو، يا اما جنوب افريقيا يا اما غانا. ومع ذلك الضحكه الصافيه، الضحكه الجميله، انا بحترم الناس دي جدا 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 الحقيقه، وسعيد بمثل هذه الصورة. قبل بس ما اطلع اشوف